بفقرة لبنان الأخضر لليوم رح تحكي بهدف حماية البيئة والحفاظ على الطبيعة الخضراء. عم بتقوم مؤسسة طلال المقدسي بالعديد من المشاريع البيئية. للإضاءة أكثر على هالموضوع بيسعدني استضيف رئيس مؤسسة طلال المقدسي الاجتماعية الدكتور طلال المقدسي. أستاذ طلال أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكي. بيسعدني. شكرا على المقدمة. بس النشاطات مش بس باسم المؤسسة تبعنا. أكيد هذا جزء متعددة. هذا جزء من نشاطات المؤسسة. أنا بهمني ضوي على الجزء البيئي بمؤسستك لليوم. يعني معروف حضرتك ناشط في حقل الإعلان والإعلام والعديد من المشاريع الإنمائية والرياضية. أستاذ طلال المقدسي، يعني بالإضافة لهل أنت معروف فيه، شو علاقتك بالبيئة؟ أول شيء بدنا نعرف شو البيئة. مشكلة إنه البيئة بيعرفوا فيها إنه هو خضرة. لا، البيئة مش بس الواحة الخضراء، هي بيئة الأخلاق، هي بيئة المجتمع، هي التكوين الاجتماعي ككل. نعم. والتكوين الاجتماعي ككل بيتطلب وجود الإنسان والحفاظ على الإنسان بأرضه ليقدر يشتغل أرضه ويعملها بيئة خضراء وحاضنة لأله ولأولاده من بعده. هيدا يلي في غياب تام كلي، يعني لا حدود له، مش بس للدولة اللبنانية، للتفكير بهذا الموضوع. لأنه لولا المجتمع المدني يمكن ما بقى في شجرة، ولكن كمان المجتمع المدني عم بياخد نظرة البيئة من نظرة الواحة الخضراء. هيدي نرجع للواحة الخضراء لوحدة يلي تقلصت عنا من 35-36%، إن شاء الله يكون بعد عنا 13%، ولكن هيدي عطية ربنا ما رح حدا يقدر يمحيها. أكيد. لأنه صاروا سياسيين بيهدموا بالبلد 35 سنة، وإذا بفلوا عنا سنة وبيريحونا سنة بيرجع البلد بيقوم وبيمشي، بيرجع أخضر تاني، ما في عنا أي مشكلة. يعني أستاذ طلال، حضرتك عم تقول أنه مش بس يعني البيئة هي واحة خضراء، إنما الأساس هو الانتماء. يعني إذا في عندنا انتماء للطبيعة وللأرض نقدر ساعتها نحافظ على البيئة الخضراء. شوف، أنا مقتنع كليا ترسيخ المواطن بأرضه. لأنه اليوم بتطلع وين الخضار؟ الخضار مش بالمدن، الخضار الأساسي بالمدن الجبلية. اطلعي على قرى الأطراف مثلا. أنا بهتم بمنطقتي أكثر ما بهتم بمناطق تانية، مع أنه اهتمامنا للمناطق التانية عم يتطور. أنا ابن البقاع الشمالي. نعم. طيب، ما الشعب البقاع الشمالي ترك وقت اللي كان عنده جنينة ويسقيها خضرة، وعنده شجرة عم يسقيها خضرة. طيب، ما بقى عنده ماي، ما بقى فيه اهتمام فيه، ما بقى فيه مقومات حياة، ما بقى فيه مدرسة، ما بقى فيه فرصة عمل، شو عمل الزلمة؟ بيضطر ينزح. ترك ونزح وقعد بالحزوية تحت الدرج. نعم. طيب، ما ترك الدنيا. إذن كيف بدك ترجع الإنسان لأرضه؟ هذا اللي بدنا نحكيه. هيدا يلي نحن عم نعمله ونحن نجحنا فيه. والعينة يعني مشروع كامل متكامل أساسه المي. أكيد. يعني من هون أنا رح انطلق، بما أنه حضرتك معروف يعني بحقل الإعلام والإعلان، كيف بلشت فكرة الاهتمام بمشاريع بيئية بمؤسسة طلال المقدسي؟ شوفي، أنا قبل البقاع عم برجع عن جديد، الإعلام والإعلان ما قالوا هالقد اهتمام بالموضوع ولا قالوا عليها. هذا شيء تاني من اهتمامك. هذا شيء إنساني. نعم. اليوم ولا أسخر للإعلام ولا الإعلان للإعلان عما أقوم به أو ما تقوم فيه جمعيتنا. بعض الساعات في شيء مجبور أعمله، ولكن مش الإضاءة عليه، الإضاءة هي على الحدث ككل. اليوم بالبقاع الشمالي، ليش هجر ابن البقاع الشمالي؟ هاي المنطقة اللي كل عمرها ذروة الحياة، ما بقى عنده ماء، أو الأطراف الأخرى أبناء وشركائنا بالوطن وضعوا يدهم على الماء، حرموا ماء، بتلاقي المنطقة ما فيها ماء إطلاقا، ومنطقة تانية الماء على الطريق. صح. إمنا ابتدينا بمشروع نعمل لكل منطقة، لكل قرية بحيرة، ونجمع مية الشتاء، وإذا كان هناك منفائض بالمية العادية أثناء موسم الشتاء. نعم. وصلنا لليوم صرنا عاملين 14 بحيرة، وعندنا 2 بعد رح ينعملوا، ووحدة عندها مشكلة هلا بحكيك عنها.
عم تحكي بمناطق الأطراف بس البعيدة يعني المناطق الجردية، منطقة كلها منطقة جردية منطقة زراعية. نعم. أصغر بحيرة عملناها 32 ألف متر مكعب. أكبر بحيرة عملناها 110 ألف متر مكعب. حلو. هيدي البحيرة الوحيدة بعد ما خلصت، لأنه هيدي البحيرة الوحيدة اللي حبيت صدق أنه الدولة بدأت تساعدنا فيها. وصلنا لمرحلة صاروا 14 بحيرة، أصغر بحيرة ب 32 ألف متر مكعب. أول خمس بحيرات عملناهن كانت مجازفة كبيرة، كلفونا بحدود يمكن 550-600 ألف دولار. الدولة مع اليو ان دي بي عملوا بحيرة واحدة 27 ألف متر، مش 32، 27 الوحيدة، الوحدة لحالها كلفت 760 ألف دولار. نحن عملنا خمسة، أصغر وحدة أكبر منهم، والخمسة ما كلفوا 600 ألف دولار، لأنه في ناس عم يشتغلوا من قلبهم وربهم، لا في سرقة ولا في هدر، وفي تخطيط مش أكثر من تخطيط. يعني التخطيط كمان بنشح المشاريع إذا عرفنا صبيناها حطيناها بالهدف المطلوب. الدولار الوجد انصرف بالمكان اللي لازم ينوجد. نعم. بناس بضمير وبإخلاقيات. يعني لما بتلزم الشغلة لفئة معينة يمكن هون بيصير في هدر وبيصير في نقص بالمشاريع، بيصير في أي ليرة بدها تجي بدنا نستفيد منها ونتقاسم الثروة، نتقاسم الجدوى. هيدا الهدر بحد ذاته. هلأ هيدي البحيرات ضل في بحيرة واحدة، هي بحيرة بمنطقة قرية اسمها شليفة. عملنا بحيرة بحدود بين 110 و 120 ألف متر مكعب. هذه البحيرة الوحيدة يلي بعد ما تنفذت. ليه؟ لأنه وسقنا، وبكلام رئيس البلدية يلي وسق بكلام الوزارة المختصة، لأنه ما رح نسمي، خلينا نضل محافظين على شعرة معاوية مثل ما بقوله، أنه بدأ تعطيه البلاستيك يلي ما بيمثل 10% من التكاليف. قلت له ليك رح اتركها بلا بلاستيك يلي بسموه جايو مومبران، اذا رح يعملوا لك اياها. هي من ايمتى الحديث؟ من سنة. من سنة ولا اليوم ما صار شيء؟ بعده كل شيء واقف. باثناء هيدي كان عمل اربع بحيرات تانية وعبيت مي. هلا عندنا ممارسه ثانيه بذات المنطقه، هلا رح نحكي عنها، الاشجار والبحيرات اللي عم تسكر اساس طلال، بس فينا نسمي الضياع يلي متواجده فيها. انعملت بشليفه، بالقرامه، بالمشيتيه، بيت بوصليبه، بصفره، ببشويت، ببرقه. يعني هيدي ضياع فعلا بحاجه لهالمشاريع، ما ضياع زراعي، مناطق زراعيه. بعدين المنطقه فوق قبل، هلا رح اوصلك للمرحله الثانيه اللي توصل الى الخضار، لانه صار في توزيع، عم نعمل تمهيد، لانه صار في توزيع اشجار. نعم. ما قلنا معنا نص ساعه رح نحكي عن هذا المشروع. اليوم هي المنطقه ذاتها عندها ميه شرب، ميه الشرب اختلطت، عم تنخلط بميه المبتزله. مع الأسف عملوا مشروع، عم يعملوا مشروع، عم بسمعوا مباري على التلفزيون، مباري بالضبط على التلفزيون، انه بدهم يعملوا محطة تكرير بقرية اسمها فلاوة. مزبوط، فلاوة بحاجة لبقى تكرير، بس ما بنعملها بفلاوة. لما تعملي بفلاوة حرمتي المناطق يلي شليفة وبتدعي وبيت مطر وبيت بوصليبة ومزرعة السيد وكلهم حرمتيه بالمي لأنك عملتيه بفلاوة. هون هي بالتخطيط، هذا اللي عم نحكي عنه. لا أنا بعتبرها مقصودة صرت، لأنه هيدي فئة معينة موجودة. لا مش مسموح محطة التكرير بتصير على الشلال من فوق، لما تصير على الشلال من فوق الجميع بيستفيد منها. صح. ليش بعملها على ساي صغيرة؟ صح. بعدين أهم من هيدي، بدل ما يخفصوا ويصير في مجال لتفوت مي المبتزلة بمية الشرب، بيقدروا يعملوا أسطر 350 متر ياخذوها من النبع مباشرة، ما بتكلف شيء، بس بدهم يعملوا مشاريع ليستفيدوا فلوس ولا يحرموا ناس. هيدا ما بقى، وينو ابن مني بالمنطقة دافع عن أبنائه وعن أبناء عائلته ورعيته يعني بدهم يروحوا لعنده ليطلبوا منه؟ لا،
يعني إذا بالمدن الكبيرة أستاذ صلال هالنواب ما عم بيلبوا حاجات المواطنين، كيف بالأحرى بالضيع النائية؟ يمكن في حاجات كتير ملحة وضرورية مثل ما حضرتك عم تتفضل وتقول، عم نشوف هاليومين الكوارث الطبيعية شو أدت إلى فيضانات وإلى غياب الدولة عن فعلا عن كتير من المشاريع. العالم غرقت بالماء، غرقت بالوحول، غرقت بالأنهار، الماء فاتت على كل البيوت إن كان بالمدن أو بالضيع. وعلينا 56 مليار دولار دين. نعم. وين راحوا؟ يعني لما بتوقع الكارثة من فوق ساعتها على الحلول، هيدي المشكلة عندنا بلبنان. لا، من فوق الحلول بيحكوا عن الحلول، ما بيعملوا حلول، بيحكوا عنها صح. لأنه كل ما صار عندنا انتخابات بيقولوا بأول جلسة بأول 6 أشهر من المجلس الجديد سوف نقر قانون انتخاب، بيروحوا الأربع سنين وبيحشرونا بآخر جمعة بطال القوانين بالضرورة. طالما حكمتنا هذه التغمية اللي طلعت من المتريسة رح نضل هيك نصلي نضل طيبين ويضل الوطن واقف لتطلع إن شاء الله ما نعود لتطلع يعني الفئة الجديدة، الفئة الناعمة الواعية، الفئة المثقفة، الفئة يلي سافرت واختلطت بالخارج، عرفت شو القانون بتحترمه وعرفت شو قيمة الوطن بتحافظ عليه. هذا هو كتير مهمية، هو المهم. هذا ترجع على المي، ترجع على البيئة، مواضيعنا البيئية، لأنه يمكن المي تأمنت. لما تأمنت المي عملنا مشاريع توزيع أشجار، بس أشجار مثمرة. يعني المزارع فوق عم تعطيه شجرة، إذا عم بتمشي السداء يمكن يشوفوه. عم تعطيهم الشجرة طولها أو عمرها بين 7 و8 سنين. صرنا موزعين حوالي 46,000 شجرة مثمرة. عم نشوف بحيرات من المشاريع اللي أنتم منفذينها. هلا بتشوفي الشجر، بتشوفي كل شيء. لهذا السبب هالأشجار المثمرة يلي وزعناها انزرعت، بتنزرع بأكتوبر وبنوفمبر بتشرين، بأيلول عم تشيلي عنا ثمرة، لأنه المزارع فترة كتير قصيرة يعني، لأن عمره 7-8 سنين. بينما عم تجي الدولة وبعض الان جي اوز مشكورين كليا، شفت وزير طلع بالهليكوبتر وكب بمليون دولار بزر على مشتت الدنيا، شالته من البزرات او ماتوا بالصيف. وقت اللي بتوزع شجرة عمرها 7 و8 سنين، أول وحدة استفاد من زمرتها المزارع. نعم. تاني شيء سقاها بدموع عيونه إذا ما في مي. نعم. ثلاثة عم تعمل له مردود، حافظ عليها وعملنا عم نسترد. هلا